قدر الله أيامكم وأعمالكم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من بالأخضر عبر شاشة CNBC عربية. أنا اسمي محمد عبد الرحمن. تلقفت وسائل الإعلام الأمريكية تقريرا للوكالة الدولية للطاقة اتهمت فيه الصين بأنها هي المسؤولة عن رفع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الملوثة للغلاف الجوي لكوكب الأرض إلى معدل قياسي غير مسبوق في عام 2012 بلغ حوالي 32 مليار طن. وسائل الإعلام الأمريكية صورت الصين على أنها التنين الذي ينفث نارا في الغلاف الجوي للكوكب، وأن الصين هي المسؤولة عن تدمير بيئة كوكب الأرض. قال الأمريكيون بالحرف الواحد وخصوصا في الواشنطن بوست إن الصين تخدع العالم، تقول إنها دولة نامية ومن حقها أن تتجاوز معدلات الانبعاثات لكي تحقق الازدهار الاقتصادي، وإن الصين بما تفعله تدمر التوازن البيئي لكوكب الأرض وسيدفع الجميع الثمن. نحن لا نتحدث هنا عن المليار وثلث مليار صيني فقط، نتحدث عن 7 مليارات إنسان يعيشون على ظهر كوكب الأرض، وإنه ينبغي إيقاف التنين الصيني عند حده. أنا حين أقرأ هذا الكلام والله أكاد أستلقي على قفايا من الضحك، لأنه كلام مضحك. الأمريكيون يريدون أن يصوروا للعالم أنهم ضحايا، وأن الصين هي التي تلوث كوكب الأرض، وأن الخفض الملموس في معدلات الانبعاثات من أمريكا ومن أوروبا هو تبرئة الذمة. خلاص أمريكا وأوروبا برأ ذمتهما وانتهى الأمر، الآن المجرم هو الصين. كلام فارغ، كلام فارغ، لأن أمريكا وأوروبا بنتا نهضتهما الصناعية والاقتصادية على تلويث الكوكب منذ 250 سنة، منذ بداية الثورة الصناعية. المداخن التي بنت الازدهار الأوروبي والأمريكي هي المسؤولة في الأساس عن تلويث غلاف كوكب الأرض. الآن حينما تريد الصين أن تفعل نفس الشيء، وحينما يريد العرب أن يفعلوا نفس الشيء، نصبح إحنا المجرمين، إحنا القتلة، إحنا من يدمر الغلاف الجوي لكوكب الأرض. المسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية الملقاة على عاتق الذين بنوا نهضتهم على تلويث الكوكب أكبر على أمريكا وأوروبا أن يدفعا ثمن تقليل الانبعاثات في العالم النامي. والصين من دول العالم النامي قطعا. انظروا إلى معدلات الفقر في الصين، إلى معدلات إلى متوسطات الدخول، إلى القدرة الشرائية للصيني والقدرة الاستهلاكية للصيني أيضا، وقارنوها بالقدرة الاستهلاكية للأمريكي والأوروبي. العشر، الصيني يستهلك عشر ما يستهلكه الأمريكي والأوروبي، لأن الأمريكي والأوروبي يعيشان في ترف. ربنا يطولنا كده ونعيش زيهم في ترف. الآن المسؤولية مشتركة، الصين عليها واجب، لكن أمريكا وأوروبا عليهما الواجب الأكبر، وإلا يكون كلامنا عبثيا. إلى الأخبار الخضراء. كشف تقرير أعده مجلس الشورى المصري أن تنفيذ مشروع سد النهضة الأثيوبي سيتسبب في انخفاض الطاقة الكهربائية الناتجة من السد العالي إلى 18%، وانخفاض منسوب المياه بنهر النيل، وسينقلب هذا التأثير على الزراعة. وحذر التقرير من خطر ما سوف يسببه السد في حالة انهياره، حيث سيؤدي إلى غرق مناطق شاسعة في السودان. أعلن مركز المعلومات لسياسة الجوار الأوروبية ببروكسل عن الاستعداد لإطلاق مشروع جديد ممول في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في حوض المتوسط، وذلك بهدف المساهمة في نقل وتنفيذ الممارسات السليمة من أجل تسهيل استغلال الطاقة الشمسية في منطقة البحر المتوسط. ويجمع المشروع الجهات الفاعلة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بفعاليات الطاقة في كل من مصر، إيطاليا، ولبنان، وإسبانيا، وتونس.
قام باحثون في جامعة كولومبيا بالعمل المستمر لعدة سنوات على مشروع الأوراق الاصطناعية والتي من شأنها التقاط غاز CO2 بواسطة آليات مشابهة تماما لعمليات التمثيل الضوئي التي تقوم بها النباتات، وذلك للحد من تركيز ثاني أكسيد الكربون. ووفقا لمقاييس أجريت حديثا على الغلاف الجوي ومحتوياته، فقد تجاوز تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون 400 جزء من المليون، وهذا ما يعد نسبة مرتفعة يجب العمل على خفضها لضمان تناسق مكونات الغلاف الجوي. أعيش في الخليج منذ 10 سنوات تقريبا. خلال هذه السنوات تقدمت صناعة السيارات تقدما هائلا. الآن وفي معظم دول العالم المتقدم الشوارع فيها من السيارات الهجينة والسيارات الغازية والسيارات الكهربائية ما يماثل إن لم يفق السيارات التي تعمل بحرق الوقود فقط، إلا في الخليج، حتى في الأردن، حتى في مصر، حتى في أماكن كثيرة في العالم العربي، في الجزائر مثلا هناك سيارات هجينة وسيارات غازية، إلا في الخليج. الخليجيون ما يزالون يتشبثون تشبثا مستميتا بذات طريقة حرق الوقود الأحفوري في محركات السيارات. خلاص، هذه موضة قديمة انتهت، وهي السبب في تلويث بيئتهم، هي السبب على الأقل في 80% من البصمة الكربونية الإماراتية على الأقل. السيارات الهائلة الضخمة ذات المحركات 8 أسطوانات، السيارات التي تأكل الوقود أكلا، هذا النوع من السيارات خلاص انتهى. الآن إن لم نتحول إلى سيارات هجينة فإننا نسير عكس التاريخ. هذا مجرد عنصر من العناصر التي ينبغي أن يواجهها الإماراتيون مواجهة جادة إن أرادوا تخفيض بصمتهم الكربونية. كربون أقل لتنمية مستدامة، هذا هو المحور الرئيسي الذي تم مناقشته وتناوله من عدة زوايا على هامش مؤتمر عجمان للاقتصاد الأخضر، بمشاركة قرابة 600 شخص يمثلون جهات حكومية ومؤسسات ذات علاقة بالبيئة، وطلبة جامعيين والمعنيين بالاقتصاد الأخضر من القطاعين العام والخاص، والذين أكدوا على ضرورة وضع تشريعات ملزمة تحد من الانبعاثات الكربونية، سواء الناتجة عن إنتاج الطاقة أو من عوادم المركبات والمصانع وغيرها من مصادر تلك الانبعاثات. ويأتي هذا المؤتمر كخطوة لتضافر الجهود الدولية لوضع وتطبيق كل الحلول الممكنة من أجل السيطرة على الزيادة المستمرة لحجم الانبعاثات التي تخطت قبل أسابيع قليلة ولأول مرة حاجز 400 جزء في المليون. الاقتصاد الأخضر يضمن التنمية المستدامة، يضمن الهواء النقي، يضمن الماء النقي. الاقتصاد الأخضر، بدون الاقتصاد الأخضر في النهاية إما أن نوقف التنمية نهائيا أو أن احنا نصل إلى يعني مرحلة ما يطاق العيش بها في الكوكب هذا. كما سلط الضوء على أهمية حماية البيئة من خلال دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمشاريع بيئية زراعية تسهم في زيادة رقعة المسطحات الخضراء وتدعم إنشاء المباني الخضراء لمواجهة سلبيات النماذج التقليدية في المباني مثل تصميم النوافذ والبوابات ونظام البناء الأفقي الذي لا يخدم البيئة. ونوه العديد من الخبراء بأهمية إعادة النظر في السياسات التنموية ذات الانعكاسات السلبية على البيئة لضمان تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة المنشودة. المسطحات الخضراء في السابق مثل ما نحن نعرف أن والكل يعرف أن قلة المسطحات الخضراء معناته كربون أكثر، كل ما تزيد عندك المسطحات الخضراء معناته عندك امتصاص للكربون اللي هو السلبي للإنسان أو للقانطين يقل. فتركيزنا على المسطحات الخضراء أن هي تكون كافية ووافية وبمعدل معين وعلى حسب كثافة السكانية وكثافة البنايات والمدن نحن نقيس عليها ونحط نفس المنسوب 100 المسطحات الخضراء بحيث أنه يكون في عندنا توازن. وعلى الرغم أن المبادرات والمشاريع التي تم تطبيقها في الإمارات ساهمت في تخفيض معدل البصمة البيئية للفرد إلى 8.4 هكتار عالمي عام 2012 مقارنة بنحو 11.9 هكتار في عام 2006،
إلا أن توصيات المسؤولين والمعنيين في المؤتمر ركزت على ضرورة توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى رفع كفاءة الموارد الطبيعية وإنتاجية الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه الجوفية، إضافة إلى تخفيض النفايات بشكل أكبر وتأمين محركات نمو مواكبة للنمو في قطاعات اقتصادية تكون رديفا للتنمية مثل المشاريع الصغيرة أو المشاريع الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة المعتمدة على الطاقة الشمسية وغيرها. زميلنا معمر عواد يحكي لنا في تقريره الذي سنشاهده توا حكاية مثيرة، حكاية قطر التي لابد أن تبني بنية تحتية عملاقة لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022، ولا بد أن تكون كل هذه البنية التحتية مكيفة لأن الفيفا قلقة ومتململة ودرجة الحرارة بيقولوا في الدوحة بتوصل 50 درجة، واللعيبة أحاسيسهم مرهفة وخمسين درجة هتخلي أدائهم قليل، والأخذ والرد في هذا الموضوع كثير ومقلق. إذن على قطر أن تبرد كل المرافق. طيب نبردها على طريقة القرن العشرين القرن الماضي، الطريقة التي تستهلك الكهرباء بشراهة، أم نبردها على طريقة القرن الحادي والعشرين، الطريقة المستدامة، الطريقة شديدة الرفق بالبيئة؟ أظن أن القطريين اختاروا طريقة المستقبل. يبقى الهاجس والأثر البيئي الذي تخلقه وتخلفه تقنية التكييف والتبريد مصدر قلق عند جمهور الباحثين والمصنعين على حد سواء، ومحرضا لهم نحو ابتكارات وتقنيات جديدة تقلل ما أمكن من الأثر البيئي لهذه الحاجة الإنسانية والتي تتزايد مع ارتفاع درجة حرارة الأرض، حاجة دفعت بنخبة من الشركات العالمية الفاعلة في هذا المضمار لتقديم جديدها تحت مظلة المعرض الدولي للتبريد والتسخين والعزل في الدوحة. بالفعل المعرض فيه أكثر من 30% من الشركات وصلت بتكنولوجيا سنة 2013 لأنها تخفض استهلاك الطاقة من 35 ل40% من الاستهلاك العادي للطاقة. العام الماضي في 2012 كان إنتاجنا 42 مليون وحدة تكييف، أما العام الحالي إن شاء الله بيوصل إنتاج ل 60 مليون وحدة تكييف بما يعادل تقريبا 60 مليار دولار في المبيعات. أما من ناحية الأبحاث فإحنا أنفقنا 258 مليون دولار العام الفائت على تقنية تنقية الهواء وتنقية توفير الكهرباء وكل التقنيات الجديدة اللي جديدة دايما كل سنة بتقدم فيها مميزات بشكل أكتر. قطر البلد الخليجي الذي يعيش طفرة عمرانية وتطويرا مستمرا لبنيته التحتية استعدادا لاستحقاق المونديال، ينتظر أن يحقق قطاع أعمال التكييف والتبريد والتهوية فيه نموا يصل إلى 20% بحلول العام 2017 بالتزامن مع ارتفاع معدلات النمو السكاني واتساع القاعدة الاقتصادية والتي تستوجب زيادة بنسبة 60% من مجمل استهلاك الطاقة الكهربائية في أنظمة التكييف والتبريد في الدولة، ما يجعل من قضية ترشيد استهلاك الطاقة أمرا حيويا وملحا نحو تحقيق الاستدامة الواردة في رؤية قطر للعام 2030. كل الاهتمامات اللي جاية زي نوفر طاقة، لأن الطاقة يعني إذا كانت مش مستدامة ففي فترة وهتخلص، وإذا كانت مستدامة إزاي إحنا نشوف أقل طريقة لاستهلاكها، يعني إن إحنا نبقى إيه نستفيد بالمنتج بأقل استهلاك للطاقة. الحقيقة بنقدر نقول المكيفات كانت سابقا تشتغل على غازات ليست صديقة للبيئة، حاليا تم تطوير الغازات غازات التبريد وأصبحت معظم المكيفات تعمل على غازات صديقة للبيئة. قطر التي باشرت في استخدام تقنية تبريد المناطق والتي ستشمل لاحقا تبريد الملاعب ومناطق التشجيع بتقنية الطاقة الشمسية في مونديال الكرة في العام 2022 باستثمار ينهز 4 مليارات دولار، يجعل من مسألة إقامة صناعات متوسطة وصغيرة في مجال التكييف والتبريد خيارا استثماريا جديدا في دولة ما تزال تشهد معدلات نمو قوية وتعمل على تحجيم الأثر البيئي الذي تخلفه صناعة النفط والغاز على الإنسان والأرض في قطر. معمر عواد، CNBC عربية، الدوحة. بعد الفاصل مشاهدي الكرام سأوصيكم بمشاهدة فيلم سينمائي، إن لم تستطيعوا شراءه قرصنوه، المهم أن تشاهدوه.